أهلا بكم. الأكيد أن بالماضي سيدعم المنتخب الوطني الجزائري بعدة لاعبين جدد، خصوصا أن المباراة الودية القادمة ستكون أمام مصر وفي ملعب القاهرة الذي سيكون ممتلئا على آخره. لذلك سيكون الخضر مجبرين على تدعيم نوعي من لاعبين جدد على غرار أمين جويري، لوكا زيدان، ميشيل أوديس ورايان شرقي، رباعي مرعب يحتاجه المنتخب الوطني الجزائري ليستعيد مستواه، وكذلك الحديث عن برايم دياز الذي رفض المنتخب المغربي، بالإضافة إلى نجل زيدان لوكا زيدان والذي يعتبر إضافة نوعية للمنتخب الوطني الجزائري، خصوصا أن هذا اللاعب أكد عدة مرات تقربه من المنتخب الوطني الجزائري. بالإضافة إلى ذلك أمين جويري اللاعب الرائع والذي يحتاجه المنتخب الوطني الجزائري في الهجوم والذي أكد التحاقه بالمنتخب الوطني الجزائري. إذن مباراة مصر والجزائر ستعد اختبار حقيقي لأشباه البرماضي، وكذلك مباراة جنوب أفريقيا الودية، وكذلك مباراة أوغندا ضمن تصفيات كان كوت ديفوار 2024. لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.